سلام الله عليكم أيها التلاميذ الأعزاء. قيل منذ أمد سحيق: إذا أردت أن تزرع لسنة فزرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع ل10 سنوات فزرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع ل100 عام فعلم إنسانا. لكل هذا ارتأينا أن نضع بين أيديكم الفتية هذا الدرس الذي سنتوقف من خلاله عند أحد الأشكال الهندسية التي سبق لكم التعرف عليها خلال المرحلة الابتدائية، والأمر يتعلق بمتوازي الأضلاع، حيث سنحاول في هذا الدرس صبر أغواره واكتشاف خاصيته ومميزاته. هذا العمل المتواضع من إنجاز الأستاذين الحبيب العطيمي وسفيان العنق عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، المديرية الإقليمية السمارة، المؤسسة الثانوية الإعدادية المجاهد ناضي الهاشمي، وهذا الدرس يهم السنة الأولى إعدادي. وقبل الشروع في دراسة متوازي الأضلاع، لابد لنا من التعرف على أهم المحطات والمحاور التي سنتناولها بإذن الله. أولا سوف نعطي تعريفا لمتوازي الأضلاع، بعدها نتطرق لخاصية القطرين، ثم يليه خاصية الأضلاع، وسوف نختتم هذا الدرس بحول الله ومشيئته بخاصية الزوايا المتقابلة. بعدما أخذنا فكرة عن أهم المحاور التي سوف نقوم بدراستها خلال هذا الدرس، تلامذتي الأعزاء، دعونا نتعرف أولا على طرق إنشاء متوازي الأضلاع. لذلك سوف أترككم مع هذا الشريط الشيق الذي ستكتشفون من خلاله أبرز الطرق الشائعة والمتداولة في إنشاء متوازي الأضلاع. حصلت على الرباعي متوازي الأضلاع. كما يمكننا تعيين منتصف القطاع القاسي باستخدام المصباح أو باستخدام المسطرة المدرجة. بنفس الطريقة
تذكر هذه النقطة. هذه مختلف الطرق التي تمكن من بعدما قمتم بالاطلاع على كيفية إنشاء متوازي الأضلاع، أتمنى أن تجربوا هذه الطرق للتمكن من إنشاء متوازي الأضلاع بطرق سليمة. سوف نمر الآن للتعريف بمتوازي الأضلاع، أو بالأحرى ما هو متوازي الأضلاع. بكل بساطة، متوازي الأضلاع هو مضلع رباعي حاملا كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان. سنأخذ مثالا، نعتبر المضلع الرباعي ABCD متوازي الأضلاع، يعني حسب التعريف أعلاه بأن المستقيم أن حامل الضلع AB أي المستقيم AB فهو يوازي المستقيم DC، أي أن المستقيم AB والDC فهما مستقيمان متقابلان. نفس الشيء بالنسبة للمستقيمين AD و BC، فحامل الضلع AD يوازي حامل الضلع BC، أي أن المستقيمين AD و BC متقابلان، إذن فهما متوازيان. وعلى ضوء ما قلنا عن متوازي الأضلاع، سوف نقوم بالإجابة عن التمرين الآتي. نعتبر متوازي الأضلاع OSNA. سؤال الأول، أنشئ المستقيم D الموازي للمستقيم IS والمار من النقطة N والذي يقطع المستقيم OS في النقطة M. السؤال الثاني، بين أن الرباعي ASMN متوازي أضلاع. للإجابة عن السؤال الأول، ننشئ أولا المضلع AOSN، بعدها ننشئ المستقيم AS، ثم نقوم بإنشاء المستقيم D الذي يمر من النقطة N والذي يوازي المستقيم AS. لإنشائه نستعمل خاصية أو طريقة المستقيم المساعد، أي نقوم بإنشاء مستقيم صوري أو خيالي يمر من النقطة N ويكون عموديا على المستقيم AS، ثم نقوم بإنشاء المستقيم D الذي يكون عموديا على المستقيم المساعد الذي رسمناه قبل حين ويكون عموديا عليه. وحسب المعطيات التمرين، فإن المستقيم OS يتقاطع مع المستقيم D في النقطة M. السؤال الثاني، لكي نبين بأن الرباعي ASMN متوازي أضلاع، نتبع الخطوات الآتية. لدينا OSNA متوازي أضلاع، يعني أن NS يوازي و OS يوازي AN. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بما أن المستقيم D يوازي مستقيم D يوازي المستقيم AS، والمستقيم D يمر من النقطة N ويقطع OS. إذا قمنا بتمديد المستقيم OS فنقطة التقاطع بين المستقيم OS والمستقيم D هي النقطة M، لأن النقطة M تنتمي للمستقيمين معا، مستقيم D وتنتمي للمستقيم OS، أي أنها نقطة تقاطعهما. فإن AS يوازي NM. تذكروا هذه العلاقة جيدا، سوف نحتاجها بعد حين.
ونعلم أن أوس يوازي أن، والمستقيمان أوس و دي يتقاطعان في النقطة M. إذن فالمستقيم أن يوازي المستقيم SM. نعتبر العلاقة رقم 2، ومن خلال العلاقتين الأولى والثانية نستنتج بأن الرباعي ASMN فهو متوازي أضلاع. بعدما أن قمنا بإعطاء تعريف موجز عن متوازي الأضلاع، سوف نمر الآن إلى الفقرة الثانية التي تهم خصائص قطريه، لأن المتوازي الأضلاع قطرين، وسوف نستهل هذه الفقرة بهذا النشاط. ABCD مضلع رباعي محدب بحيث النقطة O منتصف قطريه AC و BD. السؤال الأول، بين أن المستقيمين AB و DC متوازيان. نفس الشيء بالنسبة للمستقيمين BC و AD. السؤال الثاني، استنتج طبيعة الرباعي ABCD. هناك من سوف يتساءل من التلاميذ، ماذا نقصد بمضلع محدب؟ بكل اختصار، فالمضلع المحدب هو كل مضلع قياس أي زاوية من زواياها الداخلية يكون أقل من 180 درجة. الآن سوف نتعرف على الخاصية الأولى لقطري متوازي الأضلاع، أو ما يصطلح عليها بالخاصية المباشرة. مضمون هذه الخاصية أن قطرا متوازيا الأضلاع يتقاطعان في منتصفهما. نأخذ مثالا، أعتبر متوازي الأضلاع ABCD. كما قلنا سالفا، فمتوازي الأضلاع لديه قطران. القطر الأول هو AC، والقطر الثاني هو DB، والقطران يتقاطعان في النقطة O، أي منتصف القطعتين AC و BD. والنقطة O تسمى أو يصطلح عليها مركز متوازي الأضلاع ABCD. بعدما أن تعرفنا على الخاصية الأولى والخاصية المباشرة، سوف ننتقل الآن إلى الخاصية الثانية أو الخاصية العكسية لقطري متوازي الأضلاع. إذا كان رباعي قطراه لهما نفس المنتصف فإنه يكون متوازي أضلاع. مثال، أو بي و سي و دي نقط بحيث القطعة AC والقطعة BD لهما نفس المنتصف O وحاملاهما غير متعامدين. كما نرى في الشكل، قطعة AC والقطعة BD والنقطة O تشكل منتصف AC ومنتصف BD، لأن المسافة AO تساوي المسافة OC والمسافة OB تساوي المسافة OD. وحاملاهما، ماذا نقصد بحاملاهما غير متعامدان؟ أي أن لا توجد المستقيمين المتقاطعين، لا توجد أي زاوية قائمة. مثلا AOD ليست بزاوية قائمة، AOB ليست بزاوية قائمة، ونفس الشيء بالنسبة للزاويتين الأخريتين. لنبرهن على أن الرباعي ABCD متوازي أضلاع. من أجل هذا سوف نبرهن على أن المستقيمان AB و DC متوازيان، والمستقيمان BC و AD متوازيان، أي كل حسب التعريف فمتوازي الأضلاع يكون فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين. نعلم بأن النقطة O هي منتصف القطعتين AC و BD. إذن النقطتان A و C متماثلتان بالنسبة للنقطة O، أي أن النقطة A هي مماثلة النقطة
سي بالنسبة للنقطة O، والعكس صحيح، أي أن النقطة سي مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O، ونفس الشيء النقطة B هي مماثلة النقطة D بالنسبة للنقطة O، والنقطة D هي مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة O. إذن المستقيمان AB و DC متماثلان بالنسبة للنقطة O، وكذلك المستقيمان BC و AD متماثلان بالنسبة للنقطة O. وكما رأينا في درس التماثل المركزي، فمماثل مستقيم هو مستقيم يوازيه، ومنه AB المستقيم AB يوازي المستقيم DC، والمستقيم AD يوازي المستقيم BC، وبالتالي فالرباعي ABCD متوازي أضلاع مركزه النقطة. سوف نمر الآن إلى تمرين تطبيقي لهذه الفقرة. نعتبر مثلث ABC وE منتصف القطعة AC. أنشأ النقطة D مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة E، ثم أثبت بأن الرباعي ABCD متوازي أضلاع. أولا ننشئ المثلث ABC، بعدها ننشئ النقطة E منتصف القطعة AC، أي أن E منتصف قطعة AC، أي أن المسافة EC تساوي المسافة AA. بعدها نقوم بإنشاء مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة E. لنثبت أن الرباعي ABCD متوازي أضلاع، فحسب المعطيات نعلم أن E هي منتصف قطعة AC، ولدينا النقطة D مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة E. إذن النقطة E هي منتصف القطعة BD، ومن العلاقتين 1 و 2 نستنتج بأن الرباعي ABCD فهو متوازي أضلاع، وذلك حسب الخاصية العكسية طبعا التي تطرقنا إليها قبل حين. الآن سوف نمر للفقرة الثالثة التي تهم خاصية الأضلاع. سوف نتطرق إلى نشاط ABCD متوازي أضلاع مركزه O. المطلوب هو أن نبين بأن طول الضلع AD يساوي طول الضلع BC، وطول الضلع AB يساوي طول الضلع DC. لدينا سوف نقوم بإنشاء متوازي الأضلاع، وبطبيعة الحال ننشئ قطرين، وقطرين يتقاطعان في النقطة O. نعلم أن O هو مركز متوازي الأضلاع ABCD، إذن O متصف القطرين AC و BD، متصف القطرين AC و BD، ومن نستنتج أن النقطتين A و C متماثلتان بالنسبة للنقطة O، وكذلك النقطتين B و D متماثلتان بالنسبة للنقطة O، وبالتالي فإن AD طول الضلع AD يساوي طول الضلع BC، وطول الضلع AB يساوي طول الضلع DC، لأن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. فقط هذا مجرد تذكير بالدرس الذي تطرقنا إليه خلال الأسدس الثاني.
لأطلع متوازي الأضلاع خاصيتان، الخاصية الأولى أي الخاصية المباشرة، إذا كان رباعي متوازي أضلاع فإن كل ضلعين متقابلين فيه متقايسان، مثال A B C D، أي أن الضلع A B يقابل الضلع D C إذا متقايسان، والضلع A D يقابل الضلع B C إذا متقايسان. نمر الآن للخاصية العكسية. مضمون الخاصية العكسية: إذا كان كل ضلعين متقابلين في مضلع رباعي متقايسان فإنه متوازي أضلاع. سوف نمر لتمرين تطبيقي. ABCD متوازي أضلاع، مركزه O بحيث AD تساوي 3 سنتيمتر و AB تساوي 5 سنتيمترات، احسب BC و DC. أول ننشئ متوازي الأضلاع ABCD. بما أن الرباعي ABCD متوازي أضلاع فإن حسب الخاصية المباشرة AB يساوي DC و AD تساوي BC، أي أن BC تساوي 3 سنتيمتر و DC تساوي 5 سنتيمترات، أي كل ضلعين متقابلين فهما متقايسان، ضلع BC مقابل مع ضلع AD. إذا كان طول الضلع AD هو 3 سنتيمتر فطول الضلع BC كذلك 3 سنتيمتر، وإذا كان طول الضلع AB 5 سنتيمتر فطول الضلع DC كذلك فهو 5 سنتيمترات. سوف نمر الآن لخاصية أخرى من خصائص ومميزات متوازي الأضلاع، ألا وهي خاصية الزوايا المتقابلة. نعتبر ABCD متوازيا للأضلاع مركزه O. المطلوب أن نبين أن الزاوية أن الزاويتين ABC و ADC متقايستان، وكذلك الزاويتين BAD والزاوية BCD متقايستان. أولا ننشئ الشكل المناسب. نعلم أن ABCD متوازي أضلاع مركزه O، أي أن O منتصف قطره، ومنه فإن النقطتين A و C متماثلتان بالنسبة للنقطة O، وكذلك النقطتين B و D. إذن الزاويتين ABC و ADC فهما متماثلتان، فكما رأينا في درس التماثل المركزي فمماثلة زاوية هي زاوية تقايسها. إذن AB فإذن ABC تساوي قياس زاوية ADC، ونفس الشيء بالنسبة للزاوية BAD و DCB فهما زاويتان متقايستان. الزاوية ABC تقايس الزاوية ADC، والزاوية DAB أو DAB تقايس الزاوية BCD. الخاصية المباشرة للزوايا: كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متقايستان، مثال ABCD متوازي أضلاع، أي أن قياس الزاوية BAD هذه الزاوية تساوي قياس الزاوية BCD، وقياس الزاوية ABC تساوي قياس الزاوية ADC.
القاسية العكسية، إذا كانت كل زاويتين متقابلتين في رباعي متقايستان فإنه متوازي أضلاع. ملاحظة عامة، مجموع زوايا مضلع رباعي هو 360 درجة. تطرقنا في درس المثلثات وقلنا بأن مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة، وقد برهنا على ذلك. أما مجموع زوايا مضلع رباعي فهو 360 درجة. سوف نمر لتمرين تطبيقي. A B C D متوازي أضلاع، حيث قياس الزاوية A B C يساوي 60 درجة. المطلوب هو تحديد قياس زاويتين B C D و A D C. أولا ننشئ شكلا مناسبا. نحدد قياس الزاوية A D C. بما أن الرباعي A B C D متوازي أضلاع، فكما رأينا في الخاصية المباشرة كل زاويتين متقابلتين فهما متقايستان. لدينا حسب المعطيات قياس الزاوية A B C، أي هذه الزاوية يساوي 60 درجة، أي قياس الزاوية A D C فهو كذلك 60 درجة. لنحدد قياس الزاوية BCD. BCD أي هذه الزاوية، سوف نستعمل مجموع قياس زوايا رباعي، أي أن الزاوية التي رأسها A زائد الزاوية التي رأسها B زائد الزاوية التي رأسها C زائد الزاوية التي رأسها D، مجموع هذه الزوايا يساوي 360 درجة. وحسب الخاصية المباشرة لزاويتين متقابلتين فالزاوية A تساوي قياس الزاوية A يساوي قياس الزاوية C، وقياس الزاوية التي رأسها B يساوي قياس الزاوية التي رأسها D. ختاما، وبعدما أن قمنا بالتطرق لمتوازي الأضلاع وخصائصه، فهذا الشكل الهندسي يستخدمه المهندسون في التخطيط والتداخل الهندسي في التصميمات. إضافة إلى ذلك، فيمكننا الانتقال هندسيا من متوازي الأضلاع إلى أشكال أخرى عن طريق حالات خاصة تحصل على خواصه، وتلك الأشكال تدعى بالرباعيات الخاصة.